شوف انتم راه داك الفيديو راه والو، انا داك الفيديو راه والو، خصكم تعرفوا بانني انا راه دوشت انا وبنتي وراه كنا عريانين. دابا راه انا الغريب في الامر ان المخابرات المغربيه وهذاك عبد اللطيف الحموشي راه عنده فيديو ديالي اللحظه بالحوزه ديالو، انا راني عريانه انا وبنتي. اوكي لاله لاله وهيبه، وصلتي لامريكا، الان القضيه ديالك معروضه على محاميه امريكيه، اليس كذلك؟ حاليا انا شوف، رغم جميع ما مورس علي، فانا بحكم انني مغربيه كنبغي بلادي، كنبغي ناس المغرب، فانا ماشي خطوه خطوه، يعني غدا بواحد واحد الرزانه، يعني مشكل ديالي بغيت نعرضه في بلادي. ها انا في امريكا والطفله ديالي امريكيه، يعني كتولى الامر ديالها كاينه جهه هي اللي كتكلف بالقاصرين، باش انا غنعطيهم صور طفله تم تصويرها بداخل غرفه بفندق غير تم تحريك ملف. ولكن رغم ذلك انا حركته في المغرب، حركته في نهار 25 في شهر 2 2019، فاذا بي كنتفاجئ بالوكيل العام كيدير لي الحفظ لانعدام الادله. انا من المفروض يعني درتي جرب المكالمات الوارده والصادره بين هاد الرسائل، كنتي غادي توصل لهذيك التدوينه اللي كتقول هنا راه ديري زيور وايف، ديري زيور كي، ديري زيان لوير، يعني راه انت غادي تعيط عليا وغادي تقول لي هذا راه لقينا هادي، انا ما عطيتوش هاد التدوينه الاخرى، غتعيط عليا. لان كما سبق وسرت لكم ان الضابط قال لي انت ممكن، فهنا استحضرت الناس اللي اشنو قالوا لي، انا قلت لكم ما عطيتوش الاشياء كلها، ولكن البحث اللي كان غادي يدير خاصو يعيط عليا يستدعيني من جديد ويواجهني بنتيجه البحث، ما داروش هذا الشيء. اكثر من هذا انا فاش رجعت المغرب بواحد الطريقه توصلت للشخص على مستوى اتصالات المغرب، قال لي هاد التليفون راه كيتنقل ما بين جديده بير جديد رباط مراكش بن قرير، يعني اللي تخاجي اللي كندير انا تابعينك. البحث البوليسي ما عطانيش خريطه التنقل، قال لك فقط كان في مدينه الدار البيضاء ومدينه الجديده، كان على الاقل بغي المشكل فيه اختطاف، وفيه هذا عمل ارهابي، انك من وساء المملكه من فوق التراب المغربي كتعيط لواحد الشخص في بلد اخر بغض النظر على امريكا ولا الصومال ولا تايلاند، كتهديه راه كتسيء البلاد بالفعل. ورغم ذلك دار لي الحفظ لانعدام الادله. الان فاش ظهر هذا الفيديو اللي هو من المفروض هو اللي خصو يحركوا الوكيل العام، انا هذا الفيديو اللي ظهر هو فيديو ما بقاش جنحة غنمشي للتشهير، هو راه ولا جنايه، لانه هو راه ولا مرتبط بالسرقه الموصوفه، ولا مرتبط بدخول واحد المنزل ديالي انا خاص بدون اذن، يعني دخلتي لواحد المكان اخر ماشي ديالك بدون اذن، وحطيتي ليا كاميرا خلصة، وخصكم تعرفوا بان هذيك الكاميرا راه يومين هي كتصور فيا. وحنا جميع شوفوا انتم راه داك الفيديو راه والو، انا داك الفيديو راه والو، خصكم تعرفوا بانني انا راه دوشت انا وبنتي وراه كنا عريانين. دابا راه انا الغريب في الامر ان المخابرات المغربيه وهذاك عبد اللطيف الحموشي راه عنده فيديو ديالي اللحظه بالحوزه ديالو، انا راني عريانه انا وبنتي، ولحد الان حتى جهه في المغرب ما حركت شي حاجه، ورغم ذلك ما زلت متشبثه بالقضاء المغربي. فاذا بك يقول لي الحفظ لانني وجهت شكايه ضد عبد اللطيف الحموشي والمخابرات المغربيه وابو مهدي، كيقول لي الحفظ في هاد الاجزاء من عدم الادله، ولكن انا راه عطيتك الدليل، ناقش الدليل، ما باشرتيش البحث، عطيتك دليل ما ناقشتيش باش تقول لي انعدام الادله، ناقشها والا تثبت العكس دير لي انا متابعه. اما في خصوص الشق ديال الصحافه قال لي سيري للجهات الاختصاصيه، يعني نمشي لكازا، نمشي غير في اطار التشهير باش يعطيوني غرامه، انا ما باغاش الفلوس، انا لو بغيت الفلوس النهار اللي برلمان.com نشرات سياره زرقاء اللون وقالت السميه ديالي كنت نرفع بها شكايه وناخذ تعويض، ولكن انا عندي خبره في هذا الشيء في المجال ديال الصحافه، انا ما بغيتش الفلوس، انا بغيت نوصل لوسائل اثبات اقوى من اللي انا كنتوصل اليها،
انا ما بقيتش نحاول الجنايه، ورغم ذلك دار لي الحفظ. اذا اللي خائن راه الوكيل العام هو الخائن، رئيس النيابه العامه، المدير العام للامن الوطني، ومن معهم، لانهم هما اللي كيشوهوا سمعه البلاد. فاش انت كتقول لي الحفظ، اشنو كتطلب مني؟ كتطلب مني باش نمشي للمحاكم الدوليه، نمشي للمحكمه الجنائيه الدوليه، حيت من حقي درت لي الحفظ نمشي تما، يعني ندوز في البرلمان الاوروبي، يعني غتولي واحد الشوهه. ولكن رغم ذلك يعني تلقيت الخبر، ورغم ذلك كنتسنى ربما يكون تغيير، لانه لا يعقل فيديو مخل بالحياة كيداول، ورغم انه سبب واحد الضعف في النفس ديال المغاربه، واحد حاله اضطراب، واحد يعني الحمد لله. شوف الله سبحانه وتعالى اعطاني حقي، كانوا بغاو يفضحوني انا ولا هما اللي مفضوحين بالفعل. الحمد لله الشعب المغربي كيقول لك الله الوطن الملك، الوطن ساندني. وبهذه المناسبه كنشكر جميع المغربيات والمغاربه اللي في جميع انحاء العالم اللي ساندوني وداروا فيا الثقه، وبالتعليقات ديالهم وبالفيسبوكات ديالهم، يعني ساندوني في جميع انحاء العالم. كتبقى الجرائد اللي معروفه، شوف تي في 360، برلمان.com، وبعض المتملقين والبحلاسه اللي كيبقاو يدوروا كيبدلوا الخطه من فيديو عريانه، من اوتيل ردوه منزل للدعارة فيلا بحيراقي باش يبعدوا الشبهة على الفندق. وأكثر من هذا للإثارة، أن المخابرات المغربية عطاتو شوف تي في باش يتبقى بعيدة. هل يعقل أن شوف تي في عن يعني هذا السؤال أنا بغيت المغاربة يجاوبوني لي، يعني لأنهم شاركوا معايا هذا الفيديو، هل يعقل أن شوف تي في عندها الإمكانيات باش تدخل لي الفندق وتحط لي كاميرا؟ واش عندها الإمكانيات باش تطالع على المعلومات الشخصيه اللي عطيت انا للاستعلامات العامه في المغرب؟ طبعا لا. وتجيب وحده تجيب لكنه نيويورك اللي كيتوهم زوجي باشياء، هذا عمل ديال لاجاد، هما اللي كيشدوا بنت تجيب هذه الايطاليه، هذه الاسبانيه، هذه الالمانيه، ويشتغلون بهن. يعني هذا باين. ما هو دور شوف تي في اللي فيا انا؟ شفتي شي انا شفتي لي ما عنديش معها المشكل، انا عندي مع المزود الرئيسي واللي دخل لي الفندق. انا ما شفتي لي بغير بغاو يلهيوني بها. انا تيبان لي انا الاوان على المغاربه باش يعاول هذه الامور، هذه خطيره، لان الخصوصيات ديالهم في خطر. وتنتمنى من ان الناس رجال القانون السياسيين مثقفون يفتحوا هذا الحوار هذا، لان الامور تيبان لي بحال غتولي خارجه عن السيطره. لالا وهيبه بعد سرد كل هذا تجي كتقولي بغيت حقي، اين يكمن حقك؟ شوف ما قام به عبد اللطيف الحموشي هو ضربه لا للمغاربه والثقه ما بين جهاز الامن، جهات الاستخباراتي والشعب المغربي. انا ما بغيتش هذا الاعتبار مادي، انا بغيتو يعني حقيقي، نعرف شكون وكل واحد ياخذ حقه. نعرف انا راه دابا كاين فيديو عند شخص شادو ديال يومين وانا في فندق، انا راني انا اللي عقل عليه درتو، انني انا كنت عريانه مع بنتي حميميه، بيني وبين بنتي دوشنا وخرجنا، انا كنت عريانه. فانا دابا اللحظه المملكه المغربيه بجميع الياتها ووسائل ديالها كتفرج، دخل شي شخص، دخل شي مسؤول، اهدر. اين هو رئيس الحكومه؟ اين هو رئيس الحكومه؟ هل تودين توجيه رساله للملك؟ رسالتي الى جلاله الملك حامي حمى المله والدين هي انصافي ومحاكمه عادله، لان ملفي بعد ما حركته بمحكمه الاستئناف بمدينه الجديده اتفاجأ بالحفظ. يعني ما تصبين اليه هو انصافك. انصافي لكل ذي حق حقه. حقه طلعتي دكا ليا حره، دكا للحرار ما يدوز عار. هذه كاينه. كلشي معايا، كلشي معايا اللي نسرينا. دكا للحرار ما يدوز عار. هذه كاينه. دكا للحرار ما يدوز عار. هذه كاينه. تبارك الله عليك، يعني واحد الاتزان، واحد تبارك الله. انا راه ماشي جيت تصور. تصور. انا راه ماشي غير جيت وتصحتي، راه مازال كنصوروا. سكتي سكتي. شوف عارفه انني انا مناسب معكم، تمراتي دكاليه
بلاد الخصوبه والكرم والجود والزين. الله يحفظكم الله يخليكم نتوما دوك كاملين والمغاربه كاملين. الله يحفظو الله يحفظكم لينا والله يبعد علينا هاد المفسدين هادو اللي يسيئون لصوره المملكه. وان شاء الله كل واحد الجمهور الكريم بان هذا ماشي اللقاء الاول ولا الاخير. مازال نقدروا نديروا واحد الدردشه غدا ان شاء الله مباشره مع الجمهور الا كان عندك وقت. اكيد اكيد الوقت ديالي كله للجمهور. وغير للاشاره يعني بعد هذا الفيديو الى خرجت شي جهه اداريه كتفند الكلام ديالي انا مستعده بوثائق اثبت العكس. ان شاء الله اشاره حنبقى غاديين جايين. مرحبا بكم. وعندكم البرد والست سوايع ديال الطياره ودخت في الطياره انا. تبارك الله على الوهيبه. اخواني اخواتي نتمنى ان هذه الحلقه هذه نكون وضحنا فيها بعض الامور اللي كانت غايبه عليكم. ونتمنى يعني من المسؤولين من بعض المسؤولين الفاسدين في المغرب اللي ما كيحترموش الانسان والانسانيه. راه الوقت تبدلات، راه العالم ملي تنقولوا اصبح قريه صغيره راه ماشي تنقولوا عابثا ولات اي حاجه كدور في العالم. يعني الا ما كنتوش كتحشموا على عرضكم فعلى الاقل فكروا الصوره ديال المغرب. بلد جميل وكما قالت الضابطه وهيبه حبان الله بموقع استراتيجي، يعني بلد اللي كتشوف فيه اربعه الفصول في النار من سهول وجبال وصحراء وغابات، يعني كما حبان الله بهذا البلد هذا. يجب علينا ان نشكره سبحانه وتعالى على نعمه المتعدده وطريقة الشكر الطريقة المثلى لشكر الله عز وجل. وانا نحترموا الناس اللي فيه، نحترموا الناس اللي فيه وما نستغلوش المناصب ديالنا ونسيئوا الى العباد. حقا امام هذا الكم الهائل من الوثائق اللي حاطنا للوهيبه فوق الطابله وامام يعني ما تعرضت له يعني من ظلم ومن حقرة، والله احس بخجل شديد، احس بخجل شديد. وغنقول لهاد المسؤولين هادو فين غادي ينبد هادشي ديالكم؟ راه الناس ولات كتهرب، الناس راه ولات كتخرج من البلاد كتقتل بحر وتسجد شكرا لرب العالمين لفرارها من جحيمكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المؤمنين، والى لقاء قريب باذن الله.